مجهودات مصر في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لها خاصة مع جائحة كورونا. الموضوع ده مهم جدا جدا، لأن ده تحدي كبير أي دولة في العالم بتمر بيه. إزاي أنا أحافظ على المخزون الاستراتيجي بتاعي عشان المواطن عندي ما يحسش بأي حاجة في أي حاجة من المنتجات المحلية، وفي نفس الوقت أبقى عامل حاجة مهمة جدا اسمها ضبط الأسواق، ما يحصلش مثلا في حكر للبعض، في استغلال بعض الأزمات فلاقي أسعار زادت وأسعار تانية هبطت وهكذا. لا، في ضبط للأسعار، في ضبط للأسواق، وفي آليات وخطط للحفاظ على المخزون الاستراتيجي خاصة مع مرور حاجات وأزمات طارئة زي جائحة كورونا. ده اللي احنا هنعرفه في فقرتنا دلوقتي مع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. يا دكتور تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هي إيه الآليات والخطوات اللي احنا بنحافظ فيها في مصر عن المخزون الاستراتيجي لينا خاصة مع جائحة كورونا؟ هو دور الوزارة الحقيقة هو تأمين احتياجات البلاد وإتاحة السلع على مستوى الجمهورية وتوفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية. الحقيقة أزمة كورونا أوضحت تماما قدرة الدولة المصرية في أن يكون لديها إتاحة لكافة أنواع السلع على مستوى محافظات الجمهورية. لدينا مخزون آمن من السلع يفي باحتياجات البلاد لمدة تتراوح من 5 إلى 6 شهور، وأنا هنا أتحدث عن أكثر من 10 أصناف من المنتجات، سواء منتجات استراتيجية أو منتجات أساسية. عادة الدول ما تبقي باحتياطات من شهر إلى 3 شهور، فكون إن إحنا يكون لدينا ضعف هذه الاحتياطات الآمنة على مستوى الدول المثيلة فده إنجاز عظيم. هتلاقي في أسواق كثيرة جدا من جراء أزمة كورونا الحقيقة حصل لديها يعني قصور في السلع وعرضها وإمدادها، وحصلت اختلالات سعرية في هذه السلع. لم تشهد مصر هذا الأمر بتاتا، والحقيقة أسواق في قمة النضج الاقتصادي زي السوق الأمريكي والسوق البريطاني والسوق الألماني والسوق الفرنسي، ومن ملاحظاتنا للأسواق فأدركنا أن هناك كثير من السلع ما هياش متواجدة أو متاحة، أو هناك تغيرات سعرية في حزمة من هذه السلع. زي ما الدولة المصرية لديها احتياطي استراتيجي في البنك المركزي، احتياطي من العملة الأجنبية، وبالتالي إحنا كمان لدينا احتياطي آمن من كافة أنواع السلع. وأزمة كورونا خلتنا أن إحنا ننوع مصادر إمداد هذه السلع، بدل إزاي ما بقى ده بيحصل سلع أو اتنين بتيجي من دولة، ده بيبقى تنسيقات الحقيقة مع أكثر من دولة، مع أكثر من بورصة في العالم. انت عارفة هيئة السلع التموينية هي الذراع المسؤول عن كافة المشتريات الخاصة من سلع استراتيجية وسلع أساسية. كان القمح بيأتي إلينا من مثلا 2 أو 3 دول، النهاردة دون ذكر أسماء عندنا سلاسل إمداد من أكثر من 5 دول لاستيراد الأقماح والحبوب والغلال. نفس القصة بالنسبة للزيت. فلو حصل أن إحدى المواني في الدول أغلقت لسبب أو لآخر فلدينا كثير من البدائل والإمدادات من الدول الأخرى. التوفير المالي، أن يكون عندك وفر مالي لشراء هذه السلع، ده الحقيقة توجيهات فخامة الرئيس. ودايماً هناك سؤال بصفة مستمرة عن الاحتياطات السلعية على مستوى الجمهورية. خلي بال حضرتك أن جزء كبير من مؤشر التضخم بيكون دالة في المأكل والمشرب، فبيمثل حجم كبير من التضخم. فكون أن التضخم النهاردة في أدنى مستوياته فدي بتبين قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق والسيطرة على الأسعار دون وجود أي زيادات سعرية أو نقص في السلع. يعني طيب ما ده هيخليني أسأل حضرتك عن إنشاء يعني المستودعات الاستراتيجية لينا هنا في مصر. فكرة إنشاء المستودعات دي ده كان موجود قبل كده ولا لأ؟ ده أولا. وده بيفيدنا في إيه بقى في مش بس أزمة كورونا لكن بشكل كبير جدا في السنين اللي جاية؟
سؤال عظيم جدا من حضرتك، يعني استكمالا لما قلت من تنويع وتأمين مصادر إمداد السلع، يجب أن يكون لدينا مخازن أو مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية لتخزين هذه السلع وزيادة حجم المخزون، وبالتالي كانت هناك تكليفات من سيادة الرئيس أن يكون هناك تعظيم للاحتياطي السلعي، بدل ما احنا بنتحدث من 5 شهور و6 شهور ممكن ان احنا يكون عندنا احتياطي آمن يصل الى 8 و9 شهور، وده لن يتأتى الا بوجود مخازن ومستودعات استراتيجية بيكون فيها كل السلع الأساسية بشكل منتج نهائي على مستوى الجمهورية، يكون عندنا حصر تام بكل المخزون من 28 سلعة. انا بتحدث عن المقررات التموينية، احنا عندنا 28 سلعة بيتم صرفها على بطاقة التموين زي السكر والزيت والمكرونة وخلافه، وبالتالي ان احنا يكون عندنا هذه السلع في شكلها النهائي معبأة وموجودة على أرفف في مخازن مميكنة، ده هيؤدي ان صاحب القرار يقدر يعرف ويناور بالاحتياطات. ده بيحتاج لتفتيش ورقابة كبيرة يا دكتور إبراهيم، صح؟ يعني التفتيش بيبقى مكثف قوي في الفترة دي، خاصة مع المستودعات الاستراتيجية اللي احنا بنتكلم فيها. احنا في طور انشاء المستودعات الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وطرحنا المرحلة الأولى في 4 محافظات، انا بتحدث عن اجمالي 7 مخازن استراتيجية هتغطي الجمهورية، بحيث ان كل مخزن بيخدم او بيخدم على 4 محافظات، فهي مخازن محورية. حقيقة انشاء هذه المخازن تم بالتنسيقات عرضية مع القطاع الخاص، أكبر الشركات على مستوى المنطقة تقدمت لإنشاء وإدارة وتشغيل، وخلي بال حضرتك من نقطة مهمة جدا، الغرض ما هوش إنشاء المستودع أو المخزن الاستراتيجي، إنما إدارته وتشغيله من قبل القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، فبالتالي اللي هيقوم ببناء وإدارة وتشغيل هذه المستودعات أو هذه المخازن على مستوى الجمهورية هو القطاع الخاص لفترة معينة، وبيبقى في حاجه اسمها اوف تيك اجريمنت مع القطاع الخاص، بحيث انا باجر كوزاره من القطاع الخاص هذه المساحات التخزينيه، واحنا اتفقنا بادئ ببدء ان تكون المساحه المبدئيه 10 فدان ترتفع الى 100 فدان تباعا طبقا للمخزون، فده الحقيقه مشروع قومي كبير، وكان الحقيقه هناك تضافر لجهود الدوله ان يتم اخراج هذا المشروع بشكل يعني يعتبر نموذجي على مستوى العالم. انا ما بتكلمش على مخزن حضرتك في عماره ولا شيء من هذا القبيل، انا بتكلم على مخازن هيكون الحد الادنى لاستثماراتها تصل الى 3 مليار حتى 5 مليار جنيه للمخزن الواحد، فانت بتتحدثي في نقل نوعيه في منظومه التجاره في مصر. ما بقى الجزء اللي حضرتك بتتكلمي عليه على متابعه الاسواق ووجود اكثر من جهه لتنظيم الأسواق ومتابعة الأسعار وتواجد السلع وعدم حبسها، احنا السنة الماضية يمكن حصل ما يقرب من 60,000 قضية تم تحريرها من قبل مباحث التموين والأجهزة المعاونة لضبط الأسواق، سواء زيادات سعرية أو وزن غير منضبط أو تدليس في سلعة أو حبس سلعة في مخازن أو سلع دون الاشتراطات، فده الحقيقة بصفة مستمرة هناك رقابة على الأسواق.